موهوبين كابتن وليد صلاح الدين، ايه رايك؟ كابتن مصري، مصري طبعا، مدير الكوره في نادي زد. كابتن وليد حبيبي، حبيبي يا بوب، حياتي ليك. زعلان منك انا، وحشني يا كابتن وليد. حبيبي، حبيبي يا مهيب، انت اللي وحشني والله، بس الظروف انت عارف. والاكل معاك ليه طعم خاص يا وليد والله. طبعا حبيبي يا مهيب، حبيبي. مبروك حبيبي كابتن محمود فايز وكابتن رضا شحاته. مبروك يا كابتن. حبيبي، حبيبي يا كابتن محمود، حبيبي يا كابتن رضا. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. احنا لسه واصلين بالطياره دلوقتي حالا، فممكن الصوت يقطع. معلش، الفوز الثاني على التوالي اعتقد تستحقوا التحيه والتقدير، ولازم نديكوا حقكم، يعني 6 نقاط في اول ماتشين. فريق صاعد لسه اول مباراتين في الدوري، ممتاز. وطبعا انتوا جايبين 25 لعيب، دي ما فيهاش مشكله خالص، بس مبروك يا كابتن وليد. حبيبي، حبيبي يا كابتن مهيب. بص، انت عارف ومعاك كباتن كبار، من اصعب الحاجات في الكوره ان انت بتعمل فرقه من اول وجديد. احنا جايبين لعيبه كتير، في متجمعين لعيبه من الممتاز بيه طالعين معانا، صاعدين معانا من الممتاز بيه، زائد لعيبه شباب من النادي، زائد عدد من المنتخب الاولمبي برضه، ميسي واشرف واسامه عبد الله وقطه، زائد 2-3 سوبر ستار جايين طبعا، علي لطفي وشادي وزيكو. فالمساله صعبه جدا، محتاجه وقت، ويعني الحمد لله البدايه كويسه، لكن لسه بدري جدا. طيب، يعني اكيد كابتن مجدي عبد العاطي متمرس في الجزئيه دي، وبيعرف يتعامل جيدا مع كل المباريات، وراجل عنده رؤيه، واعتقد مدير فني قدير، وانت كمان وجودك يعني لا يقل اهميه عن اي مدير فني، نجم كبير وليك راي وليك فنيات، واعتقد مكسب كبير لاي مكان يا كابتن وليد. ربنا يخليك كابتن مهيب. بصراحه الجهاز الفني شغال بشكل كويس قوي، كابتن مجدي طمم ان احنا نبتدي بدري قوي علشان يحاول بقدر الامكان يعمل تجانس بين العدد الكبير اللي جاي، فدي فادتنا. والجهاز كله بصراحه شغالين باخلاص، ومعانا اداره نادي كمان مسانده، بشكرهم على الابقاء على الجهاز الفني من السنه اللي فاتت بثقه كبيره، وان شاء الله باذن الله الناس تتفرج على كوره حلوه ان شاء الله. النهارده كان لقاء يعني القرايب الاشقاء، كان لقاء دافئ. ايوه، ديربي. ايوه، درب الاخوات. درب الاخوات. كان يعني يعني كنت بتتكلموا قبل المباراه وتقولوا ايه على المباراه دي؟ لا طبعا، يعني كل فريق عايز يكسب، كل التحيه لفريق الجونه مع الكابتن علاء عبد العال، بنشكرهم جدا على حسن الاستقبال، وان شاء الله هيبقى بالمثل في مباراه الدور الثاني. مباريات صعبه مهمه جدا، مباراه الاسماعيلي مع الكابتن ايهاب جلال ونادي جماهيري، مباراه الجونه على ملعب الجونه صعب جدا، والسفريه نفسها يعني الطيران كان الساعه 7 الصبح، العوده كانت الطياره بعد المباراه مفيش يعني مباشره. فالسفريه وتغيير النوم طبعا، كباتن اللي عندك كباتن كبار وعارفين انك في المباراه دي ما بتبقاش سهله. طبعا كابتن وليد، كابتن وليد عايز اخدك في جزئيه مهمه، لان انت واحد دلوقتي من مدير الكره اللي هو شغال في الدوري، واكيد بتبص على المنافسين، بتبص على التحكيم، بتبص على الفار، بتشوف المحادثه بتاعت امين عمر ازاي، هل ده ممكن يتكرر؟ يعني بصيتوا للموضوع ده ازاي؟ كنت بتراقب الموضوع ده ازاي؟ بص والله انا دايما يعني مش عارف، هي انا بشوفها حسب الشخصيه، في شخصيات بيبقى عندها عصبيه شويه، انا ممكن علشان عندي هدوء شويه نسبي، دايما بتكلم مع اللعيبه وبتكلم مع الجهاز، ان في الاخر انا متاكد بنسبه 100% ان مفيش حكم عنده تعمد انه يخسرك. انا عندي مقتنع بالقاعده دي، كل الحكام المصريه حكام شرفاء، وبيحاولوا بقدر الامكان يقدموا احسن حاجه، لان في الاخر هي دي صورتهم. اخطاء، في اخطاء في العالم كله، بس انا بشوف ان احنا كمان كاجهزه فنيه لازم يبقى عندنا هدوء، ولازم نتعامل مع الحكم انه ما يبقاش هو الشماعه الوحيده اللي تعلق عليها خسارته، وما نذبحوش. اخطا يتعاقب، بس ما نذبحوش. برافو عليك، انا عندي لعيبه كبيره بتغلط وبتروح بانفرادات وبتضيع، وحتى كمان ممكن تغلط
وتاخد عقوبه وتاخد خصم، بس هو في الاخر احد افراد الفريق. فانا نفس الكلام كده الحكام يا كابتن مهيب للامانه الاجهزه الفنيه بتتعامل معاهم بشكل صعب جدا جدا جدا. مش عارف يعني الناس تهدى وتسيب الناس تشتغل. وبعدين عندنا مستر بيريرا اهو راجل كبير اجنبي جايبينه مخصوص عشان يقيم الحكام. فالفار بالنسبه لنا جديد كمان، شويه بشويه الامور هتتحسن وشويه بشويه يعني نتقدم، بس حتى لو خطوات قليله لقدام. ان شاء الله كل التوفيق ليك يا كابتن وليد ولكل الانديه وفريق زد، ومبروك تاني مره الفوز وحصد 6 نقاط في مباراتين، اكيد حاجه تستحق.